حياه خلف الجوراني. كاس آسيا ينجح في اقوى اختبار اسيوي، لذلك دعوا المدرب يتلاعب باوراقه في المباريات دون تدخل وعواطف ومجاملات وتنمر، فلكل مباراه ظروفها. كابتن حيدر التعليق لك. كلام واقعي وصحيح، وتكلمنا به قلنا كل مدرب بده ينجح وهو ادرى بلاعبيه بخصوص المواضيع، الموضوع اللي صار بخروج او ابتعاد لاعبين، فقلنا كاساس والانتقادات اللي صارت في المؤتمر الاول من قبل بعض الاعلاميين، قلنا كاساس هو المدرب، هو اللي ينجح، فهو اللي يختار الادوات اللي تنجح بالمباراه، وهذا ما عمل اليوم اللي خالف كل التوقعات وغير بالتشكيل وبالاسلوب ايضا، وكسب نتيجه المباراه وحقق يعني نقول انجاز تاريخي. كاساس اقنعك اليوم كابتن محمد من حيث التشكيل؟ اكيد اليوم ثبت، اليوم ثبت للكل ناقد للمدرب، لاعب التشكيل غير اكثر من لاعب قدمه اللاعبين، بعد انت احنا كنا نحكي نقول المدرب لازم يثبت على التشكيل، اليوم غير اربع لاعبين خمسه وفاز على اليابان المرشح الاول. صحيح. على اسيا اليوم غلب. حلو، الرساله الاخرى